منصات التواصل بمصر وخارجها ضجت بفيديو لعجوزين عم يرقصوا سلو بعريس حفيدتهم بمركز ميناء القمح بالشرقية. الثنائي يلي أصبح شهير حالياً بمصر تم تطبيق عدد كبير من الأغاني على رقصتهم. خلونا نتابعهم مع بعض. من التعليقات على الفيديو علق محمود: ايش تعليق يا حاج؟ مهند في العشق الممنوع يا ولاد. تعليق من صلاح: اتمنى لما ابقى في السنة دا يبقى عندي حد بحبه كده. تعليق من صفاء: ضاعت الهيبة والوقار وحتلاقيهم يقولوا الرجل الفرفوش رزق. اما في تعليق اخر: محلاهن والله يديمهن لبعض، سبحان الله ما حدا عاجبه. اما لما يكون فنان عمره 70 سنة ونازل رقص مع مرته الكل بيمدح والعمر مجرد رقم، بس هدول لانهم بسطاء لازم الاستهزاء، وملهم الفلاحين اجدع ناس واحسن ناس. تعليق من امجد: الناس بقت بتنتقد اي حاجه وخلاص، لو صغيرين يقول لك لسه ما خرجتوش من البيضه، ولو مخطوبين لما تتجوزوا افرحوا، ولو متجوزين عيب عليكم، ليكم بيت يلمكم، ولو ناس كبيره وحب يفرح مراته هتاخدوا زمنكم وزمن غيركم. على العموم باخر فقرتنا بحب اقول لك سيدتي انك تعملي له تاج لزوجك او خطيبك او حبيبك، وقولي له تعال شوف الختيار كيف رقص سلو وحملها وما سال بكلام الناس، وانت خجلان تقلي بحبك بين اربع حيطان. تاجي له حبيبتي، تاجي له لا تخافي.